أكيد أبوك إذا بيعرف شي كان ساعدنا ما؟ إيه كان ساعدنا؟ لأنه بابا خبرنا عن مخابئ قدرة كراي، مستعد يعمل أي شي كرمال حفيده. خلاص لا تبكي، ما لازم نفقد الأمل أبدا. مظبوط، بس أنا رح أجن يا عزيز، ساعدني يا ربي، بس دليل واحد على مكان ابننا اللي يرجع لنا الأمل. ألو، اسمعني منيح. مين أنت؟ ما بهم مين أنا، المهم شو بعرف، الولد اللي عم بتدوروا عليه أخدينه على طريق تكرداك. شو؟ شو عرفك؟ ألو؟ ألو مين عم يحكي؟ عزيز، اللي شو صار؟ إليف أخدين إبراهيم على طريق تكرداك. أي عزيز؟ ألو هشام، هلأ إجاني تليفون، أخدين إبراهيم على طريق تكرداك. عزيز، احتمال كبير يكون بلاغ كاذب، هدول عم يلعبوا فينا، وانت شفت شو صار؟ احتمال عملوا هيك مشان يضيعونا، واكيد عم يلعبوا فينا. هشام، حتى لو احتمال صغير مستعد روح من شانه لاخر الدنيا. اي والله معك حق. طيب رح خبر هلا الشرطه والمخافر يلي بالمنطقه، لا تشغل بالك، دير بالك ماشي؟ يلا. أخذين ابننا، بركي ما لقينا، معقول حدا عم يلعب علينا؟ عزيز عن جد بركي هالبلاغ كذب. برأيي ما لازم نفقد الأمل أبدا، لازم نلحق أي دليل، لازم نهدى منشان نفكر كيف بدنا نرجع ابننا. معك حق. ما بيكفي إنه طلع بريء، لا، وموتة بنته استعملها لمصلحته كمان. صدق الله العظيم. عن جد شو هالزلمة هاد؟ يا ترى مين يلي واقف وراه؟ يلي واقفين وراه هلا بكرة رح يضيقوا عليه عيشته. ما في شي بضيع عند رب العالمين، لأنه هو شايف كل شيء، وعلى الأكيد بالآخرة رح يحاسب كل واحد على أعماله، ولازم يعرفوا قد ما ضحكوا بالدنيا رح يبكوا كتير بالآخرة. يلا بسرعة، معك بس ساعة. اوف يا، انا قلت له للمدير بدي احلق دقني منيح يلي بعتك لعندي. انت يلي بدك تحلق؟ ايه. يلا لشوف، بدي اياك تحلق لي حلاقه مرتبه مشان يبين وشي فيها. رحلة فيها يا معلم. الله يلعنهم، في تفتيش؟ رح ننكمش، شو بدنا نساوي؟ حاج تحكي، اسكت وخليني افكر شوي. بس يا معلم الشرطة قدامنا، ما في محل نهرب عليه، شو بدنا نعمل؟ لا توقف، خليك ماشي دغري، لا توقف دغري؟ قلت لك كمل.
وانت بدك تحلق ما؟ لا شكرا ما بدي. بس تخلص لي تحلق للأستاذ. شكرا لك، انا بحلق دقني لحالي. بدك تكسر بخاطري؟ استغفر الله. منيح معناتها بتحلق له. جبت قرار حماية السيد إبراهيم، شو صار معكم؟ لساتنا بالطريق، ما وصلنا لشي والشرطة عم يدوروا بكل مكان، بس رح نلاقيه، ابننا رح يرجع. إن شاء الله نعيماً. الله ينعم عليك، تسلم إيديك. أستاذ إبراهيم يلا تفضل دورك. رح أطلع شم هوا. لو سمحت تفضل اقعد، المدير بعد شوي بيجي. ليك أنا مستعجل كتير، في خطر كبير على حياة إبراهيم أويغن. افتح لي هالباب. انا راح افتح لك الباب يا سيدي، بس ما في شي جوا، السياره فاضيه. إليف، إليف، ليك الشرطه موقفين السياره. معقول يا ابراهيم؟ يا ربي، وينو ابني؟ وينو ابراهيم؟ احكي. انت شو عم تقولي يا اختي؟ وينو ابني؟ يلا احكي، يلا قول. صدقيني انا ما عندي خبر باي شي. إليف شو عم تساوي؟ هدي حالك شوي. أنا الضابط عزيز أيدن، أبوه للولد المخطوف. يلا افتح الباب. سيدي والله العظيم أنا مالي علاقة بأي أولاد، في سوء تفاهم، يعني مين مشتكي علي؟ يلا امشي لشوف. أسرع أسرع، بك تطلعوا قدامكم، أسرع أسرع. يلي بيطلع صوت مقوسه براسه. ها ولك استعجلوا، أسرع.